شو مكتوب بالليست عندك؟ الليست الثانية قدامي. يا والله معقول؟ شو ها؟ مكتوب فروج مسلوق بمية الورد، محشي برز أنكل بينز، ومحمص بزبدة الأعشاب الاستوائية، ومدهون بأفخر أنواع الزيت النباتي الآسيوي، وكل هالشي بعشرين ليرة. لك معقول؟ والله هيك مكتوب عندي؟ ايه قرابل نفسك، ليستا معك. ايه والله صحيح. لك عجيب هالرخص، فروج بحاله بعشرين ليرة. ما قلت لك المطعم رخيص كتير، ما كنت تصدق. لا انت شوفي السلطة ما أرخصها. اسمعي، سلطة بالميتو مع الهليوم. عرفتي بالميتو؟ البالميتو شجر النخيل، لبه لشجر النخيل، مع الجزر والجرجير والطماطم الحمراء والخيار الفرنسي الشهير، هذا الطويل الآسي، وفوق منه جبنة روكفور وبازاليا بالكريمة وملفوف أمريكاني أحمر وفطر أبيض صيني وفليفلة هندية وبيض مسلوق ترانشات مع اللبن المقشود، وكل هالشي 9 ليرات مع الخدمة 15%، يعني ما عدا الخدمة 8 ليرات. ما قلت لك رخيص كتير، ما كنت تصدق. يا ريتنا مستلطين على هالمطعم من زمان. يا جماعة، لك بحلم أنا ولا بعلم؟ شلون بتوفي معه هاد؟ لا تشفق على حدا، لو ما بتوفي معه ما كان فتح مطعم ورخص الأسعار. هذا لا تنسى إنه ربحان كمان، يعني لا تصدق إنه في حدا ببيع بخسارة. العالم ما لها جدوان وبتعرف مصلحتها. فصاحة، أكيلو البندورة لحاله من باب سريجي أو من شيخ محدين ب25 ليرة، الفروج الني بالجملة حقه 220 ليرة، طبق البيض لحاله حقه 120 ليرة، وإنتاج شركة ليبية سورية وأضرب وأطراح. شو بدي لك؟ علبة اللبن حقها 20 ليرة، وإنتاج شركة سورية سعودية. يبقى شلون عم توفي معه هاد؟ شلون عم يربح؟ المهم هلأ شو بدك بهالقصة؟ ليش آكل همه أنت التاني؟ أنا بدي فروج مسلوق بمية الورد وسلطة النخيل وصحن حمص وصحن متبل، لأنه كل صحن 90 قرش يا بلاش، وبدي كمان تبولة. طيب لحظة أمور أستاذ، بدنا نوسع الطلب لو سمحت فيك. على عيني، شو بتحبوا تطلبوا؟ شوفي المدام بالأول. أنا بدي فروج مسلوق بالماء ورد يلي مسمينه هون روز تشيكن، وسلطة بالميتو، وصحن متبل وحمص، وصحن لبانيس كشكي، وكبة حميص، ولسانات باردة، وسلطة زيتون مع الجوز. على عيني، وغيره؟ حاجة سلامتك، ما بدي شي. لك اطلبي سامو، اطلبي، خدي راحتك، لا تخلي شي بنفسك. لك بالله نسي لي الرجيم اليوم، نسي. هيك قولك؟ لكن جيبي لي صحن ورق عنب، يلا نجي، وصحن روستو وزنود الست. تكرمي، شو بتحبي تشربي كمان؟ بدي، عفواً، قديش سعر الفروت جوس؟ مو باين السعر منيح، ممحي. سعر الكلاس الواحد 45 قرش. لكن جيبي لي كاسة فروت جوس كبيرة بدون جوس، وكاسة عيران باردة. على عيني، والأستاذ؟ أنا بدي بالنسبة للحومات بدي كوردون بلو، وكتري لي الفطر والهوت صوص، اعملي معروف. أما بالنسبة للمقبلات جيبي لنا صحن شنجليش بالجرين بابر طازج، وإذا في لازانيا لا تكتري، جيبي طبق صغير للدوام بس يعني هيك حتى ناخد فكرة عن أكل مطعمكم الراقي، مطعم الخيلات. تكرم، وشو بتحب تشرب؟ يا ستي، بالنسبة للعصير جيبي لي إبري عصير سيدر تفاح، يعني مفهوم أستاذ. وضيفي لي للإبري يعني 7 أب، شوي 7 أب، وشوية بلودي ماري بدون ماري. على عيني، في معنى أستاذ نوصلكم الطاولة بطاولة تانية مشان تاخدوا راحتكم؟ لا 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 أبدا، ما في مانع، خدي راحتك، بس لا تطولوا، عملي معروف، لأنه جوعانين كتير مو شوي. ولا يهمك، شعار مطعم الخيلات الخدمة السريعة والأسعار الثابتة. حلو، توفيقة جيد مرحبا، توفيقة. أهلا وسهلا، شرفتوا. شو ها؟ شراب براعم اللوز وضيافة من صاحب المطعم. شكرا.
تأثرنا شوي بالطلبات مو هيك؟ رخيص رخيص كتير. بتعرفي قديش بتكلف فاتورتنا كلها على بعضها؟ قديش فكرك يعني؟ استني لأحسب لك. إذا قلنا صحن الكوردون بلو ب 12 ليرة وصحنين سباجيتي بأربع ليرات ورباع والفروج لحاله بعشرين ليرة. غالي الفروج، شو عشرين ليرة؟ يعني الكوردون ب 12 ليرة والفروج بعشرين ليرة؟ غالي كتير. إيش الشغلة شلف؟ شو هالطمعات؟ فاتش معونها، نحن مالنا جدبان؟ بس هدول ما بيتفاصلوا، كاتبين بالليستة ممنوع المراجعة والمفاصلة. طيب شف لي قديش بتطلع فاتورتنا؟ كلها على بعضها يا دوب تطلع 155 ليرة يا ستي، زائد 15% خدمة 178 ليرة بالكتير. يا سيدي معقولة كتير؟ شوف مروان من هلا وهي عم فهمك، ها أنا كل يوم بدي أتغدى هون بهذا المطعم إلا إنه أرخص من الطبخ بالبيت 100 مرة، فلا تعمل لي أردن ورسان. لا ولو، تكرم عينك، الغالي بيرخص لك وحياتك. هاي الكشكة تاني استاذ؟ لا سلامتك تمام. يا ستي اكلك منين يا بطه؟ دوق مروان، دوق هالكشكه ما اطيبها. تحفه رائعه جدا. لكن هي لبنانيز كشكه. لكن انت الثانيه دوقي لي هالشنغليشات، هاي حمص يا شنغليش. مسيك مسيك راح اللبنات ملح وراكز كتير. لحظة لحظة، مو لا يفضى تمي، ما بدي تختلط الطعمة مع بعضها. تفضلي مدام. يسلموا ايديك. اهلا وسهلا. شايف مروان؟ شايف الذوق واللطافة والقطافة؟ يا ستي فعلا، بس انا اللي مستغربه انه هالنظافة والقطافة والروايح الهفافة والمطعم فاضي ما في حدا. إيه معلوم، مطعم الأكابر هاد مهما كان بيسترجي يجي ياكل فيه. بتعرفي كان لازم يسموه مطعم الدرويش، بتكون التسمية أدق. مو أستاذ، عفوا عم حك خدي. إن شاء الله ما أكون الهنا. الله يخليكي، يهنيكي بشبابك. وين رايح؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. ما عم يفتح الباب يا أنسة؟ طبعا. شو مزوم يعني؟ لا. لكن شو قصته؟ مقفول. مين؟ شلون بيفتح؟ بالمفتاح. بالمفتاح؟ معي. طب افتحي لي اعملي معروفة لو سمحتي. بدك تقطع وصل بالاول. لا حول ولا قوة الا بالله، منين هذا الوصل بينقطع؟ من عندي انا. طيب اقطعي لي الوصل خلصيني الله يخليكي وريحيني. طيب استاذ ما بدك تدفع مصاري لحتى اقطع لك الوصل؟ طيب قديش حق الوصل هذا؟ قديش؟ ربع ليرة نص ليرة؟ خلصيني الله يخليكي. لا استاذ. لكن شو قديش؟ 5000 ليرة. نعم. 5000 ليرة على الشخص الواحد.
هلا بلا مزح الله يرضى عليكي، ما طرفوت بسرعه افتحي لي باب الله يخلي لي اياكي. صدقني يا استاذ ما بقدر، النظام الداخلي تبع المطعم هيك. لك انه نظام ها دخيلك افتحي لي يا انسه ريحيني بعدين بنتفاهم. ما معي صلاحيه، بعدين بخانق صاحب المطعم. لك شو بخانق؟ شو بخانق؟ افتحي لي خلي لك شبابك. ادفع بالاول. على عيني بس 5000 ليره كثير. راعيني راعيني استر عرضك. للاسف اسعارنا ثابته ومصادقه عليها من وزاره التموين. ومن هون لهون لا تشوفيني واقف راقز، واقف راقز قدامك بتشرشح بعدين لا تشرشحيني ايدي بظنارك. عفوا يا استاذ انا بستغرب مفاصلتك، نحن كل زبايننا دفيعه. طيب معلشي سجلي لي هالفوتي على الدفتر بعدين نتفاهم. عفوا ما عندنا دين. طب والعمل والعمل يا خلق الله رح اموت. سلامتك استاذ، ادفع وانت بترتاح. طيب حاضر لحظه صغيره بس. لك حاجة تاكلي وتشربي، حاجة تكرعي سوائل. ليش؟ مو فاضي اشرح لك هلا، وين جزداني؟ جزداني وينه؟ ما حملت جزدان معك، المصاري بجيبتك. قولت هيك كيل عن الشيطان وغضبه. تفضلي، هي 5000 ليرة. عجلي، خلصيني، ريحيني بس. ولا يهمك، لحظة هلا بدي. إذا خيلك عجلي شوي ريحيني. طيب والبخشيش؟ لك كمان بخشيش، تفضلي ان شاء الله خذي، هي ليرة ريحيني رح انفلها. لا استاذ ليرة، بهيك مطعم اقل من 100 ليرة. هيك 100 ليرة كمان ان شاء الله يفتح معك فرط. هلا تفضل. بس يا عالم يا ناس، معقول يدفع 5000 ليرة على الشخص الواحد مشان هيك فوتة؟ لكن كيف صدقت انه الفاتورة ب 150 ليرة؟ مروان قوم. نعم. شو ما نروح على المطعم؟ لا بدي روح على الحمام. الحمام نعمة يا جماعة.